طيب انا رح اطلب تاكسي. ما هادي جاي بياخدك على طريقه. يلا. وانا كمان بالاذن. تفضلي. ممنون يا ماتر عادل، كمان هالمرة عذبناك معنا. بونوي. 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 ليلى، ممكن نحكي كلمتين؟ إيه أكيد طبعا. يلا نحن بالإذن لأنه برد شوي. يلا خلينا. مش عم تعمل أنت؟ إنه حبكت معك هلأ تحكيني هون قدام الأولاد؟ يعني ما تواخذيني إنه قادر شوفك لأحكيك أنا؟ ما مقضيتيها بالحبوسة، أنت فاضية لحدا؟ ما تسكرني. طيب بشرفك هلأ، لو اتصلت فيكي كنت جيتي لعندي اليوم؟ فكرك أنا بعد بروح لعندك مرة تانية؟ أكيد لأ. ليلى، أنا انصدمت كثير باللي قلتي لي إياه لما جيت لعندي، بس بتمنى إنه كوني قدرتي موقفي يعني بعد ما رقتي. ليلى، أنت بتعرفي إنه أنا من سنين فاتح لك قلبي، فاتح لك قلبي وناطر منك إشارة، ناطر اللحظة اللي تاخدي فيها قرار إنه نكون مع بعض ونكون لبعض. بس كنت بتمنى من كل قلبي إنه هذا القرار ما يكون ردة فعل، يكون إنه تاخديه أنت وقوية وأنت مقتنعة وأنت وسعيدة. بعرف إنه يمكن مش هيدا الوقت المناسب ولا المكان المناسب إني أقول لك هالشي، بس ما بقى بدي أقضي ولا ليلة من دون ما أسمعها منك. اسمع كلمة إيه. شو عم تعمل عاد؟ ليلى، تقبلي تتجوزيني؟